بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة لفيديو الروت اللي عملناه المرة اللي فاتت وكلمنا فيه على ان احنا بنراوت الجهاز لاسباب، احنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الفيديو. هنكمل كلامنا ونقول احنا ليه بنعمل روت تمام للجهاز، عشان في جيمز معين تقيل جدا وعايز امكانيات عالية جدا. ده معنى كلمة تقيل، عايز بروسيسور عالي، عايز رام عالية. طب هو احنا ينفع نغير في الرامة بتاعت الجهاز؟ ينفع ان احنا ممكن نجيب كارت ميموري ونبدا نبرمج الكلام ده. لما بننزل الروت الملفات بتبدا تقراه وبتبدا على طول تقرا ان في مساحه جديده. بس الكلام ده خلي بالكم من حاجه مهمه جدا، مش اي حد يروت الجهاز. على فكره لما تيجي تعمل روت على الجهاز دي حاجه جميله جدا، مش حاجه وحشه، حاجه ممتازه، لان بتقلب لك الجهاز، بتعمل لك سرعه معينه، سرعه عاليه جدا لو انت عايز، بتعمل لك رامات عاليه جدا، يعني بتخلق لك جو كده جميل تقدر تشتغل عليه اي شغل بدون ما تتكلف وتشتري موبايل جديد. بس خلي بالك يا صاحبي من حاجه مهمه قوي، انك ممكن تضغط على البروسيسور والبروسيسور لو سخن قوي من غير ما تاخد بالك ممكن يتحرق، وده ممكن يبقى بربع ثمن الجهاز او نص الله اعلم يعني، بس هيكون غالي جدا. لان في الكمبيوتر يعني انا عندي في الكمبيوتر من 20,000 شاغل 5,000 جنيه شامل الربع تقريبا. ففي الموبايل ما اعرفش هيبقى بكام يعني، بس هيكون غالي. فعشان كده بقول لك يا صاحبي لازم تاخد بالك من الموضوع ده كويس قوي، ان مش اي حد يعمل روت للجهاز. في عيوب تانية في الموضوع ده، سهل اختراقه، اي حد يخترقك، حلو كلام. بس ازاي بقى اي حد يخترقك؟ لو انت مش غصب عنك، لو انت فتحت لينك مش هتلاقي اي يعني هيدخل يمسك جهازك على طول، مش هيسيبه، لا يمكن في ثواني. لكن لو انت مش عامل روت ومنزل اندرويد، حلو كلام، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك خلي بالك في حاجه غريبه، في ملف غريب، هيديك تنبيهات في حاجه اسمها الفاير اللي احنا هنبقى نشوفها كمان شويه، اللي هي موجوده فين؟ دايما بتلاقي موجوده في الـ في الـ في الاندرويد بالذات، حلو كلام. وطبعا في الابل حاجات موجوده برده مشابهه، حمايه جامده جدا. عشان كده مش اي حد يعمل روت، من نظر لاهميته مهم جدا، بس عايز مبرمج شاطر قوي يعرف يعمله، حد يكون يستفيد منه، والاستفاده يكون عارف انه مش هيحرق الجهاز ومش هيعمل بريس الضغط عليه، حلو كلام. ودي حاجه مهمه جدا. تقدر طبعا تحذف الكاميرا، تقدر تحذف الاستوديو مثلا في الاندرويد، تقدر تحذف الصوت، تقدر تحذف اي حاجه انت عايزها، ما يكون دي ابلكيشن الاندرويد منزلها. تقدر تحذف كل الاندرويد منزله وتحط حاجات جديده خالص، وتحذف كاميرا وتحذف كل اللي انت عايزه. بس في حاجه عايز اوضحها لكم، النظام الجديد اللي نازل في الاندرويد بيتقل عليك وبيرخم في موضوع حذف الكاميرا، وفي بعض الانواع اللي بتمنع الكلام ده، تمام؟ طبعا، لان هم شايفين ان وجود الكاميرا ابلكيشن ده بالذات مهم. طبعا انا مش شايف هم شايفين مهم ليه، بس هم بيرخموا في الحته دي شويه. لكن بقيت الابلكيشن تبقى سهل جدا تعينها وانت بتعمل روت، وفي ابلكيشن حديث ممكن تعين الكلام دوت ويعني تقدر يعني، بس انا مش متابع الحته دي لان انا مش مراوت جهازي، لان مش عايز استخدمه غير في حاجات بسيطه. طيب طبعا في حماية بتكون موجودة على الراوتر، ليه؟ لان انت بتشتغل على راوتر هنا وهتنزل روت، فممكن سهل اختراقك وحد يدخل على جهازك ويعمل لك موضوع. لو انت عندك حماية اسمها WBS الموضوع هيختلف معك تماما، لكن لو ما عندكش هتبقى عندك هنا مشكلة، هتضطر هنا تعمل في حاجة معينة كده لازم تتشرح، ده هتضطر تعملها عشان تحمي نفسك. وفي كل الاحوال عشان تحمي نفسك في كل الاحوال ما تقبلش اي ابليكيشن غير لما تكون عارفها في نظام الروت بالذات. جايز نقبل ويبقى غلط علينا، بس عندنا حماية برضو في الاندرويد. تعالوا بقى نشوف جزء تاني. طب انا عايز دلوقتي اعرف انزل يعني ابلكيشن روت ازاي مثلا، وايه الحاجه اللي يعني الموبايل هيستقبل ولا لا. مبدئيا كده الموبايلات القديمه كلها بتستقبل روت مبدئيا، وخصوصا في السامسونج، لكن الجديد طبعا في البوت لودر بيعكس شويه الموضوع ده عن طريق ايه، موضوع الكام، حلو كلام. لكن شاومي الكلام ده كله هتلاقي الموضوع ده بسيط. هنعمل حاجه بسيطه جدا برضو، ان انا هاجي هنا عايز انزل هنا روت للموبايل، هكتب اسم الموبايل، طبعا ده مش اسم موبايلي بس انا بكتب اسم موبايل هنا، تمام، وبكتب الروت، هو بيديني ابلكيشن ايه، هبدا اشوف بقى ايه اللي هيناسبني في الكلام ده كله وابدا احمل روت. طبعا باخد الكلام ده كله بعمله على الموبايل، مش بعمله على الكمبيوتر. اللي انا عايز اوصله لكم الموضوع كله يا جماعه، تمام، ان الموضوع الروت ده موضوع سهل جدا وبسيط للناس المحترفه، اللي مالوش في الليله دي ما يقرب لهاش. ليه؟ عشان ما يبوظش جهازه، وعشان ما يقولش انا عايز العب مثلا لعبه زي بابجي عايز اسرع الجهاز، هيحمل على البروسيسور، هيحرق الجهاز، الجهاز هيبوظ منه، هيكلف تكاليف عاليه جدا جدا.
من ضمن السلبيات اللي مش عايزين ننساها ان هو بيسقط الضمان في فترة الضمان، يعني عايز يعمل روت يستحسن بعد فترة الضمان يعمل روت، بس هو بيديك طبعا صلاحيات جميلة جدا. وخلي بالكوا عشان لو محدش قادر يستوعب موضوع الروت ده، هو الموضوع ان انت بتكون انت الادمن بتاع الجهاز، يعني انت لما تجيب مثلا جهاز كمبيوتر مثلا عندك الويندو هو اللي بيتحكم. زمان كنا بنعمل ايه يعني لما اتعلمنا يعني كمبيوتر من زمان، كنا بنستخدم حاجه اسمها لينكس، لينكس ده بيخلينا نتحكم في جهاز اصلا، حلو كلام. لكن لما طلع الويندو برضو، والويندو كان موجود وكل حاجه، بس في كان شغاله على الويندو مستسلمين، اعمل كذا حاضر، اعمل كذا حاضر، فايل اديت حاضر، لكن في اللينكس كنا من غير اللي احنا عايزينه. نفس الكلام هنا عملوه في موضوع الموبايل. تعرف منين يا صاحبي ان الابليكيشن اللي جاي لك بعد ما عملت روت ان هو حد عايز يهكر على جهازك؟ حاجه بسيطه جدا، شوف الابليكيشن عنده اذونات ايه. لو عنده اذونات يدخل هنا وهنا وهنا وهنا، تعرف على طول ده عايز يهكر عليك، لان اصلا الابليكيشن مش من حقه يدخل في اماكن كتير في الجهاز. لكن لو قال لك الابليكيشن ان عايز اذونات كذا وكذا وكذا وكذا، اوعى تقرب له، ودي حاجه مهمه جدا. وعايزين نضيف حاجه مهمه جدا، ان هو بيغير لك الاي بي بتاعت الجهاز، ودي نقطه مش كل الناس ذكرتها في فيديوهاتها. ان هو يعني ايه بيغير الاي بي بتاع الجهاز؟ انت عندك لو مثلا قناتك اتوقفت تقدر تعمل على نفس الموبايل قناه؟ لا. لكن لو انت عندك غيرت الاي بي، الوضع هنا بيختلف. لكن طبعا هيتبقى لك الاي بي بتاع الراوتر، مش هتعرف تعمل، او انت بشكلك اللي بيسجل بيه والكلام ده كله. بس على عامه ده بينفع الكلام ده مين؟ لو بعت الجهاز، يعني انا مفترض ان انا شريت جهاز مستعمل ولقيت مثلا صاحبه ما ينفعش يدخل كذا كذا كذا، انا ممكن ادخل اشتغل عليه، او ممكن اروته وابدا اشتغل من جديد، الاثنين ينفعوا. وللمرة الأخيرة قبل ما أختم بقول لكم، محدش يعمل نظام الروت غير اللي يكون محترف وفاهم هو يعمل إيه كويس أوي، ويشوف نوع جهازه إيه وهيستخدم الموضوع ده في إيه. إن عجبكم الفيديو ما تنساش في اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.